السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم على النورمال ستريسز ديو تو بندنج، او الاجهادات نتيجة عزوم الانحناء، البيور بندنج كمان. تمام. طب خلينا نراجع كده كونسبت بسيط. ايه هو النورمال ستريسز؟ خلينا نفترض لو انا عندي كروس سكشن بالمنظر ده، وده الممبر بتاعي. اول حاجه هفرض الاكسيس بتاعتي على ان الاكس اكسيس ده اللي هو along the center line بتاع الممبر، وافرض ان ده الزد اكسيس، وان ده الواي اكسيس بتاعي. يبقى دي الاتجاهات بتاعت الـ positive x z and y. النورمال ستريس هو اللي بيتكون نتيجة فورس اتجاهها بالنسبة للكروس سكشن هو perpendicular. يعني لو الفورس دي جاية في اتجاه x سواء كده أو كده، فهي perpendicular على الكروس سكشن، فهي perpendicular على ال cross sectional area، و parallel لل center line، لل center line بتاعي هي parallel لل center line بتاعي، فهي تعتبر normal stress، هتكون لي normal stress. طيب فال normal stress ده ممكن يتكون بقى نتيجة أول حاجة axial load، وده اتكلمنا عنه. فكان ال rule بتاعي لل stress بيساوي positive or negative ال P over A اللي هي النورمال فورس على اللود. تاني جزء بقى، وده اللي هتكلم فيه دلوقتي، ال due to bending moment. تخيل معايا لو انا عندي فورس، عندي bending moment حوالين ال Z او حوالين ال Y. لو حوالين الواي فهتبقى بتلف بالمنظر ده كده، لو حوالين الزد فهي هتبقى بتلف بالاتجاه ده كده. فتلاقي ان المومنت دي بتتكون من تو فورسز وارم، فورس التانية وارم. هتلاقي ان الفورس اللي بتكون المومنت اتجاهها perpendicular على الكروس سكشنال اريا وبارلل للسنتر لاين، اذن فالستريسز اللي هتتكون منها هي نورمال ستريس. نفس الكلام في الواي، اللي حوالين الواي هتلاقي ان الفورس بتاعتك، ان المومنت تتكون من تو فورسز، كابل اوف فورسز والديستانس اللي ما بينهم، فهتلاقي ان الكابل ده اتجاهه بيربنديكولار على كروس سكشن اري وبارالل للسنتر لاين. حلو. فيبقى البندنج مومنت، الرول بتاعنا في البندنج مومنت، stress بيساوي positive or negative m y over i. طيب تعال نرجع كده للأكسيال لود سريعا. طيب لو انا عندي قطاع بالمنظر ده، rectangular مثلا، ادي الزد هو نفس الشكل ده، بس جبت كأني بصيت من هنا، كأني بصيت من هنا، بقى عندي rectangular section، عندي ده z axis positive وده ال y axis positive برضو. وتعالى نتخيل ان انا هيبقى عندي هنا ده النورمال فورس بتاعتك، سواء بقى compression او tension. لو فرضنا ان دي tension force، ف الفورس اللي ماشيه في السنتر لاين بتاثر وبتعمل لي normal stresses على السكشن كله بقيمه stress ال P over A. يعني عند اي نقطه على الكروس سكشن ده كله، اي نقطه عليها stress قيمته P over A. فيبقى لو انا جيت ارسم stress normal stress distribution،
ورسمت ديتم along السكشن كده، وفرضت ان ده اتجاه البوزيتيف وده اتجاه النيجاتيف، فهتلاقي ان ده عند اي نقطة على الديتم قيمة الاسترس هتبقى بتساوي بوزيتيف. اتكلمنا على ان ده الانترنال نورمال فورس اللي احنا كنا بنجيبها من النورمال فورس دايجرام بتاعنا، واتكلمت ان ده الكروس سكشن. طيب تعال نشوف في البندنج مومنت. الرول هنا بيتكلم على النورمال ستريس، نورمال ستريس بتاعتك اللي هتتكون من المومنت بتساوي ام واي اوفر اي بوزيتيف اور نيجاتيف. طيب في الاول القانون ده يحدد لك قيمة الاسترس عند اي نقطة along السكشن بتاعنا. خلينا فور اكزامبل نقول ان احنا هن apply الرول ده عند النقطة دي، عايز اعرف الاسترس عند النقطة دي. اول حاجة positive or negative، ده بيتحدد على اساس ايه؟ نفس الكلام، هي tension ولا compression. يبقى positive or negative، لو positive هتبقى tension ولو negative هتبقى compression. جميل، اعرفها ازاي برضو؟ خلينا نقول انا عندي ال Z وال Y، ادي الاتجاهات بتاعتي، وجي هنا مومنت، المومنت بتلف حوالين ال Z اكسيس بالمنظر ده كده، يعني كأنها بتشد من فوق عند ديل السهم كده بتشد، وبتلف تضغط تحت ديل السهم. يعني لو هي في الشكل ال 3D هتبقى نفس المنظر ده، نفس المنظر بتاع الفورس المومنت اللي هنا. تمام، المومنت دي حوالين أنهي محور؟ حوالين محور زد، فأنا هسميها مومنت زد. يبقى هنا دي بقت اسمها مومنت زد. يبقى أول حاجة ايه بقى مومنت زد دي جت منين؟ مومنت زد دي هي الانترنال ريزلتنت بيندنج مومنت. يعني ايه انترنال ريزلتنت بيندنج مومنت؟ يعني حضرتك لو معاك بيم وعليها لود بالمنظر ده، اللود ده هيرسم لك بيندنج مومنت دايجرام، صح؟ لما تيجي تقطع سكشن كده هيظهر لك انترنال مومنت، هيظهر لك انترنال مومنت قيمتها بنجيبها يا اما من الانترنال فورس دايجرام اللي هو البيندنج مومنت دايجرام، او من الميثود اوف سكشن ايا كان. فهي الفكره هي الريزلتنت مش الاكسترنال، هي الريزلتنت انترنال مومنت عند السكشن اللي انت هتحسب عنده. تمام، ايه الواي؟ الواي هي الفيرتيكال ديستنس من البوينت اللي هتحسب عندها الى السنترويدال اكسيس بتاعك. يعني في المثال اللي عندنا ده انا عندي النقطة اهي، يبقى الـ النقطة دي الهوريزونت الفيرتيكال ديستانس من عندها لغاية السنترويد الاكسيس بتاعي اللي هو زد هتبقى كام. تمام، positive or negative. لو جينا نشوف هنا هنلاقي ان المومنت بتاعتي بتشد كل ما هو فوق ال Z axis، يعني اي نقطة موجودة في الريجن دي هي معرضة لقوة شد. يعني الاسترس عند اي نقطة هنا بيساوي positive m y over i. جميل، طب والناحية التانية اللي هي المنطقة اللي فيها الكمبريشن، يبقى اي فورس، اي بوينت موجود عند الريجن اللي هنا دي هتتعرض ل قيمة stress هي negative m y over i. طيب كده فاضل ال inertia ال i. ايه ال inertia بقى؟ ال i هي مقاومة ال section لل bending moment. تمام، ال bending moment جايلي حوالين محور z، يبقى انا هحسب ال i حوالين محور z، هحسب مقاومة ال section حوالين محور z اللي هي هنسميها moment of inertia، وهنشوف بتتحسب ازاي بعد كده. طيب تعال نشوف توزيع ال stress along the section بتاعك اللي هو ال stress distribution diagram بتاعك. normal برضو نفس الكلام، ده هيبقى اسمه normal stress distribution diagram. هن assume ان مثلا ده ال positive وده ال negative. لاحظ معايا كده،
عند النقطة دي قيمة الاستريس بتاعتك MY over I. ال Y هتبقى ال distance من السنترويد لغاية النقطة بتاعتي دي، لغاية النقطة بتاعتي دي. فأدي ال MY over I بتاعتك، القيمة بتاعتها MY over I. طب كل ما تنزل، كل ما ال Y تقل، لسه ال I constant along ال section ولسه ال M constant along ال section، يبقى كل ما بنزل كل ما القيمة بتاعت ال Y بتقل، ودي بتقل ايه؟ linearly، يعني ال stress هو directly proportional مع ال Y عند ال constant I وال constant M، لأن هما عند القطاع الواحد constant. تفضل تقل تقل linearly، تفضل تقل linearly لغاية لما توصل عند نقطة زيرو. فين هتبقى زيرو؟ زيرو هتبقى عند ال centroidal axis. ليه؟ لأن ساعتها ال Y اللي هي ال vertical distance بتساوي زيرو، فيبقى ال stress عندك هنا بيساوي زيرو، وده اللي هنسميه بعد كده ال neutral axis بتاعنا، ونشوف بيتحسب ازاي. طيب نكمل، هتلاقي ان الاسترس الواي هترجع تزيد تاني، بس هنا هتبقى بالنيجاتيف، فالواي ترجع تزيد تاني، ترجع تزيد تاني لغاية لما توصل لأقصى قيمة هنا اللي هي ان واي اوفر اي بس بالنيجاتيف.